لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. نشرت وسائل الإعلام اليوم الخميس أن السلطات عثرت على جسد فتاة تونسية، وحيث ادعى أنها توفيت في غرفة فندق بمنطقة شيلسي في ولاية اسطنبول التركية، كان يسكنها شاب سوري، حيث استدرجها ثم نفذ جريمته. وذكرت الجثة وجهها مقيدة اليدين والقدمين وفمها مغطى بلاصق، مما يدل على أن المرأة التونسية قتلت عن عمد. وأوضحت أنها عاملة نظافة دخلت عند الساعة 11:30 صباحا إلى إحدى الغرف لتنظيفها في فندق بمنطقة شيلسي، عندما فوجئت بامرأة مقيدة الذراعين والقدمين وجهها مغطى بلاصق، حيث قامت على الفور بإبلاغ موظفي الأمن الذين بلغوا الشرطة بدورهم. وعلى الفور وصل قسم الشرطة منطقة شيلسي والفرق الطبية لمكان الحادث، وبعد الفحص من قبل فرق الطوارئ تبين وفاة المرأة، وتبين أن الجثة التي عثر عليها في غرفة الفندق تعود للتونسية، وحيث أنه قد أعلن إحدى الأعلام الخبر. وكان الحزن للشعب التونسي كبير، وحيث انها شابة تدعى مريم علوة ابو غوتني، كما حضرت فرق التحقيق الجنائية لمسرح الجريمة للتحقيق بالحادث. واضافت وسائل الاعلام انه لدى انتشار خبر مقتل الضحية وصلت صديقتها للفندق، وعلى الفور بدأت التحقيقات وجميع المعلومات. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.